اتعرضت الممثلة داليا شوقي لهجوم كبير بسبب مشاهدها في مسلسل سفاح الجيزة من بطولة الفنان أحمد فهمي واللي بيعرض حالياً على منصة شاهد. أداء داليا في المسلسل أثار جدل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، واتعرضت بسببه لحملة سخرية كبيرة بسبب المشهد اللي اكتشفت فيه حقيقة زوجها، وتداول الجمهور على منصات التواصل الاجتماعي كوميكسات بتنتقد أدائها وتعابير وشها وثبات انفعالاتها في المواقف والمشاهد، لدرجة إن الناس قالت إن ده أفضل مشهد كوميدي السنة دي. وعلقت الفنانة رباب ممتاز على دورها وقالت إنه أوفر وإن المسلسل واخد ضجة على الفاضي، في الوقت اللي خرج البعض ودافع عن الفنانة داليا وقال إنها لسه في بداية مشوارها الفني وإنه ما ينفعش نحطم شغل الناس كده بكل سهولة. الفنان صبري فواز كتب بوست ودعم داليا بعد الهجوم عليها وقال موهوبة وشاطرة ومخلصة لشغلها وراسية وعاقلة في لقاءاتها وهتبقى نجمة كبيرة. داليا شوقي ردت على الانتقادات اللي تعرضت لها بسبب أدائها في المسلسل وقالت إن السوشيال ميديا سلاح ذو حدين وإنها وسيلة للتواصل مع العالم الخارجي، وعن أدائها في التمثيل فهي مش بتاخد غير برأي صناع المسلسل وأصحابها المقربين اللي بتكون واثقة في صراحتهم، وإن مشاهدها في المسلسل كانت صادقة وأشخاص كتير لاحظوا وصدقوا ده. داليا شوقي هي ابنة الكابتن شوقي عبد الشافي وأخت بسنت شوقي، شاركت في العديد من الأعمال منهم مسلسل وبيننا معاد وفيلم خمس جولات.